حياكم الله مشاهدينا، واهلا بكم الى هذه النافذة التي ترصد مستجدات وباء كورونا حول العالم. كوريا الجنوبية تحذر من إصابة المتعافين من وباء كورونا بالفيروس مرة ثانية، ومنظمة الصحة العالمية تحذر الدول من التعجل في رفع إجراءات العزل. هذا بينما ما زال عامة الناس حول العالم يبتكرون بحثا عن خيارات جديدة للتخفيف من عبء الحظر الصحي والبقاء في المنازل. هذه بعض من عناوين نافذتنا لهذا اليوم، ولكن قبل أن نخوض فيها نتوقف عند آخر إحصائيات الوباء عالميا. هذا الوباء الذي ما يزال يحصد الكثير من الإصابات والوفيات أيضا. أعداد الإصابات وصلت إلى ما يزيد عن 1,724,000 حتى الآن في عموم العالم. توفي منهم ما يزيد عن 104,000، بينما من تماثلوا للشفاء يقاربون أو يزيدون قليلا عن 390,000. هذه معظم الإصابات في المرتبة الأولى جاءت الولايات المتحدة التي حصدت ما يزيد عن 500,000 إصابة حتى الآن. الولايات المتحدة أصيب فيها 500,000 وتوفي منهم ما يقارب 19,000 حتى الآن، وأعداد من تعافوا هي تقترب من 30,000. في بعد الولايات المتحدة تأتي إسبانيا. إسبانيا التي تشهد تراجعا في حصيلة الوفيات لليوم الثالث على التوالي، سجلت 161,852 إصابة حتى الآن، أما عدد الوفيات فيها فتجاوز 16,000، ومن تعافوا يقتربون من 60,000. يلي إسبانيا إيطاليا التي تراجعت إلى المرتبة الثانية بعدد الوفيات بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 147,000 إصابة، توفي منهم ما يقارب 19,000، وزادت عن 30,000 أعداد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا. بعد إيطاليا تأتي فرنسا التي تجاوزت فيها أعداد الإصابات 125,000 أو تقترب قليلا رويدا من 126,000 إصابة حتى الآن، عدد الوفيات فيها 13,216، وعدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا تزيد قليلا عن 25,000 شخص. بعد إسبانيا تأتي ألمانيا. ألمانيا التي وصلت أعداد الإصابات فيها إلى 122,855 إصابة، ولكن عدد الإصابات الكبير في ألمانيا نسبيا، أعداد الوفيات فيه أقل ما هي عليه في الدول الأوروبية الأخرى. هناك 2,736 حالة وفاة في ألمانيا، وعدد المتعافين هو رقم كبير أيضا نسبيا في ألمانيا، 53,913 حالة. بعد ألمانيا تأتي الصين التي ظهرت فيها بداية الوباء في هذا العالم في مدينة أوهان. الأرقام مستقرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، هي 83,000 حتى الآن، وأعداد المتوفين تقريبا هي شبه ثابتة 3,343، أما أعداد من تعافوا فهي 77,877 شخصا. في المملكة المتحدة التي جاءت في المرتبة السابعة، أعداد الإصابات فيها تقترب من 80,000، وأعداد الوفيات هي تقترب من 10,000 وفاة، أما أعداد من تماثلوا للشفاء فهي الأرقام طبعا الرسمية فقط الحكومية ووزارة الصحة تتحدث عن 599 حالة شفاء حتى
الآن. ربما هذا الرقم لا تحدث المملكة المتحدة ولا يعطي الصورة الحقيقية عن أعداد من تعافوا من الإصابة في هذا الفيروس. الآن نذهب إلى شبكة مراسلينا في منطقة الشرق الأوسط والبلاد العربية لنتابع معهم كيف هي تطورات هذا الفيروس. نبدأ من أحمد من القدس المحتلة. أحمد البديري، إذن تطورات أعداد الإصابات والإحصاءات وحالات الشفاء، وحدثنا عن إسرائيل بشكل عام وعن القدس الشرقية، كيف تبدو الأوضاع فيها؟ يعني بالنسبة للموقف الإسرائيلي، لغاية الآن عدد الإصابات في إسرائيل بلغت 96 توفوا نتيجة مرض الكورونا. هذا العدد عمليا في الإحصائيات الإسرائيلية يقال بأنه يتزايد بشكل سريع، بمعنى بأن عدد الوفيات بات أعلى من الوتيرة التي كانت سابقا. أما في الموضوع الثاني ألا وهو المهم، وهو ارتفاع ملحوظ في نسبة أولئك الذين عمليا في حالة خطرة، 181 إسرائيليا عمليا حسب سجلات وزارة الصحة الإسرائيلية باتوا في حالة خطرة. أما عدد الإصابات تجاوزت 10500 إصابة في إسرائيل، وهو عدد ما زال كبيرا. كل المحاولات الإسرائيلية، فرض منع التجول، إغلاق المدن، العمل على إغلاق كل المصالح التجارية والأسواق، ذلك لم يفد شيئا. أما في القدس الشرقية الأعداد عموما ما تزال مسيطرة لغاية الآن، نجد هنالك أعداد كبيرة، لم يكن هنالك انتشار للوباء في الأحياء العربية في القدس الشرقية. يتحدثون أيضا في الوسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه لغاية الآن الوباء الخطير هو عند الحارات اليهود المتدينين الحريديم، اليهود المتزمتين. اليوم هو سبت النور عند الطوائف الغربية. اليوم كان المفترض أن تكون مدينة القدس ممتلئة بعشرات الآلاف من الحجاج المسيحيين، هذا لم نراه هذا اليوم. باب كنيسة القيامة كان مغلقا، ولابد الإشارة أيضا بأن شعلة النور، نور سبت النور الذي عمليا تنطلق من مدينة القدس من كنيسة القيامة إلى كل العالم، تصل إلى أستراليا، أفريقيا، مصر، الولايات المتحدة، عمليا هذا لم يحدث. إنما تم الاعتماد على مجموعة من الكشافة الذين جاءوا بهذه الشعلة وتجولوا في أزقة وأحياء البلدة القديمة لإظهار هذا. يؤثر سلبا على نفسية المواطنين المقدسيين بأن عمليا استمرار الإغلاق ما زال مستمرا. بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الإسرائيلية ما زال لغاية الآن لم يقلل من الإجراءات الاحترازية. البعض ظن بأنه بعد انتهاء الأعياد اليهودية سوف يكون هنالك خطاب لبنيامين نتنياهو لعودة الحياة إلى طبيعتها، نعم، مع استخدام الكمامات وما إلى ذلك، ولكن هذا يبدو لغاية الآن ما زال مستبعدا. نعم، إلى دبي ومراسلنا هناك عبد الله الزعبي. إذن الصورة لديك عبد الله، الإجراءات الحكومية المستمرة، إجراءات الإغلاق والعزل، وأيضا تطورات أعداد الإصابات في الإمارات العربية المتحدة. نعم بالفعل، فيما يخص الإمارات الإجراءات الوقائية لا تزال قائمة ولا تزال معمول بها هنا في الإمارات. هنا في إمارة عجمان تحديدا بدأ برنامج التعقيم الوطني، والذي يبدأ من 8 وحتى 6 صباحا، وهذا يشمل جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى البرنامج الذي اختصت به إمارة دبي ب 24 ساعة لهذا البرنامج. عدد الإصابات وعدد الوفيات التي سجلت لهذا اليوم كانت حوالي 376 إصابة، رفع المجموع الكلي للحالات المسجلة في الإمارات إلى 3736 حالة. أيضا تم تسجيل 4 وفيات اليوم من جنسيات مختلفة، ليرفع المجموع إلى 20 حالة وفاة. لكن ما كان يعني إيجابيا لهذا اليوم في الإمارات هو عدد حالات الشفاء التي سجلت، والتي قدرت ب 170 حالة شفاء. هذه الحالات رفعت من نسبة حالات الشفاء ومجموع حالات الشفاء إلى 500
و88 حالة شفاء حسب وزارة الصحة وحسب البيان الذي صدر اليوم من خلال الإحاطة الإعلامية. جميع أو أغلب الحالات التي تعاني من فيروس أو إصابتها بفيروس كورونا أعراضها بشكل عام خفيفة، والأغلب أيضا لا يعاني من أي أعراض، وهناك توقعات بأن يتم شفاؤهم بشكل كامل من بفترة أسبوعين إلى 3 أسابيع. هناك علاجات كثيرة أو هناك علاجات متعددة يتم استخدامها في الإمارات. أيضا هناك تقنية أو علاج يستخدم عن طريق البلازما تم شرحه، لكن لا أستطيع شرحه الآن في هذه العجالة. لكن وضحت الصورة، هذه الصورة لديك في دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. نذهب إلى جمهورية السودان ومعنا من هناك مراسلنا محي الدين جبريل. كيف تبدو الصورة في السودان وفي الخرطوم، وما هي الإجراءات الاحترازية؟ يعني ربما أعداد الإصابات ما تزال قليلة ونتمنى ألا تزيد في السودان. مساء الخير أحمد. السودان خلال 24 ساعة الماضية سجل 4 حالات جديدة بكورونا، وهو الرقم الأكبر على الإطلاق منذ بدء انتشار الفيروس في السودان في اكتشاف أول حالة في 11 من مارس الماضي، وبالتالي يكون عدد الإصابات في السودان وصل إلى 19 حالة، منها حالتا وفاة وهي الحالة رقم 1 والحالة رقم 6. أيضا تم أو استشفى 1 وهو المريض رقم 3، الحالة رقم 3 إسباني الجنسية يعمل موظفا في مكتب الأمم المتحدة في السودان وغادر المستشفى بالفعل قبل نحو أسبوع تقريبا. نحن الآن في الساعة الثانية لحظر التجوال اليومي في كل أنحاء السودان من 6 مساء وحتى 6 صباحا، ولكن مسؤولون حكوميون تحدثوا اليوم عن أنه تسجيل 4 حالات في السودان خلال 24 ساعة. هذا ربما يعجل بمناقشة مقترح تقدمت به وزارة الصحة للسلطات لفرض إجراءات وقائية إضافية من بينها تمديد ساعات حظر التجوال. نعم علام صبيحات، في تركيا هناك التزايد في أعداد الإصابات وأيضا أعداد الوفيات في تركيا، ما هي الخطوات الإضافية التي اتخذتها السلطات التركية؟ نعم، دعنا فقط بداية نبدأ بآخر الإحصائيات التي أعلنها وزير الصحة التركي قبل دقائق فقط، وهي أنه خلال الساعات 24 الماضية كان هناك 95 حالة وفاة، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 1101 حالة وفاة حتى الآن في تركيا، وتم تسجيل 5138 إصابة جديدة فقط في يوم واحد، 5138 إصابة في 24 ساعة، ما يرفع عدد الإصابات في تركيا إلى أكثر من 52167 مصابا مؤكدا ممن تمكنت السلطات التركية من فحصهم في عموم البلاد، وبالتالي هذا يزيد من الضغوط الرسمية على السلطات الرسمية التركية ولا سيما الصحة، قطاع الصحة هنا في تركيا. وبناء على هذه الضغوط المتزايدة والتي باتت تدركها تماما السلطات الرسمية في البلاد، اتخذت قرارات مهمة من بينها فرض حظر تجول شامل في 31 ولاية تركية لمدة 48 ساعة، من بينها طبعا ستنتهي هذه المدة مساء منتصف الليلة القادمة، ومن بين هذه المدن طبعا أكبر مدن البلاد إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وهتاي ومدن كبيرة جدا مختلفة كثيرة. التصور العام لدى المعارضة السياسية على الأقل هو أن هذا الإجراء مهم ولكنه غير كافي، والمعارضة تطالب بأن يكون حظر تجول شامل في كل البلاد أولا ولمدة على الأقل من 2 إلى 3 أسابيع ثانيا، على اعتبار أن هذا الإجراء الذي اتخذ اليوم ليس كافيا من أجل الحد من انتشار الفيروس الذي قال وزير الصحة التركي سابقا إنه بات ينتشر في كل الولايات التركية. وضحت. دعني أذهب إلى داما الكردي في عمان، تطورت الأوضاع لديك داما؟ أحمد، نحن بانتظار الآن خلال هذه الدقائق الإجازة الصحفي لوزيري الصحة والدولة لشؤون الإعلام لإطلاعنا على حصيلة الإصابات لهذا اليوم. بالأمس لم تسجل أي إصابة، ما معنى
بما معناه بقاء عدد الإصابات الكلي 372 إصابة إلى الآن، ولكن وبحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضيلي فإن الحكومة قد تمدد الإجازة للمؤسسات القطاع العام والتي تنتهي مساء يوم الثلاثاء إلى أسبوع آخر أو أسبوعين من أجل مزيد من الإجراءات الاحترازية ومن أجل التأكد من عدم انتشار الفيروس، وقد يكون هناك أيضا عزل لبعض المحافظات وإعادة عجلة الحياة لها، خاصة المحافظات التي لم يسجل فيها أي إصابة إلى الآن. هناك محافظات لم تسجل أي إصابة وخاصة وهي محافظات الجنوب، قد يتم عزلها وإعادة عجلة الحياة لها. نعم شكرا. ينتهي حظر التجوال الشامل الساعة 12 ليلا وتعود الحياة غدا الساعة 10 صباحا. نعم. بالنسبة للمواطنين. نعم أشكرك دام وأشكر جميع الزملاء شبكة مراسلين، شكرا جزيلا لكم جميعا. والآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نتابع هذه النافذة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقالت إن العمال المهاجرين أبرز ضحايا كوفيد-19 وأبرز ناقلي حول العالم، وبحسب الصحيفة يسافر ما يقرب من 200 مليون عامل مهاجر عبر الحدود الدولية، كما يسافر حوالي 760 مليون آخرين داخل بلدانهم. عادة ما يكون العمال المهاجرون أول من يتأثر بالركود الاقتصادي مع انتشار الفيروس التاجي حول العالم. سيعود المهاجرون إلى دولهم ومناطقهم وقراهم يحملون المرض. ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا بعنوان منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة قاتلة للفيروس لو رفعت القيود مبكرا. يقول التقرير إن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات حول العالم دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من التعجل برفع إجراءات العزل في بعض الدول، كما يشير التقرير إلى تحذير أحد أكبر خبراء الصحة الأمريكيين أنتوني فوتشي من التعجل برفع إجراءات إغلاق البلاد خلاف كبير بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أرحب بضيفي الكريم من لندن السيد أكرم عطلة الكاتب الصحفي. إذن أبدأ معك أستاذ أكرم مما ذهبت إليه صحيفة الجارديان البريطانية وتحذيرات كبيرة من العلماء وحتى من منظمة الصحة العالمية تحذر فيه البلدان من الإسراع في وقف إجراءات الحجر والإغلاق التام. هل برأيك ستستجيب الحكومات خاصة الحكومات الغربية التي يهمها الاقتصاد بدرجة كبيرة إلى نصائح العلماء ولا تغامر بحياة الناس بالفتح السريع للبلدان؟ يعني مساء الخير لكم ولجميع السيدات والسادة المشاهدين. حياك الله. هناك نقاش بدأ على مستوى العالم. الحقيقة صحيح أنه لا زال الوباء منتشر، لكن هناك الصدمة وكأنه تم امتصاصها، والآن هناك سؤال كبير، وهل يمكن استمرار إغلاق الحياة وإغلاق المصانع وإغلاق المعامل؟ هناك رأيان. رأي يقول أنه يمكن أن يتم فتح تدريجي والسماح للحركة والاقتصاد، لأنه إذا استمرت الحركة مشلولة بهذا الشكل هذا يعني أن البشرية ربما تتعرض مجاعة. أقول لك أنه الصين عندما أغلقت مدينة يوهان هي أغلقت مدينة واحدة، ولكن الدولة الصينية ظلت تعمل بمعاملها بمصانعها بكل ذلك وكانت تزود مدينة يوهان. هنا دول كاملة مغلقة، وبالتالي يعني هذه الدول أمام خيارات صعبة. هل تستمر بالإغلاق؟ طيب من يضمن أنه الأمر لأسابيع وربما يستمر لأشهر؟ هل يمكن أن تستمر الحياة بهذا الشلل؟ هذا نقاش بدأ الآن. منظمة الصحة العالمية حسمت الموقف، تقول أنه لا يمكن، لا تستعجلوا، الاستعجال ربما يؤدي إلى كارثة.
والرجال الاقتصاد يدفعون باتجاه استئناف الحياة ويأخذون ربما بالنموذج السويدي. النموذج السويدي لم يعطل الحياة، ربما اتخذ بعض الإجراءات الخفيفة، ووضعه هناك من يحاجج بأن وضع النموذج السويدي ليس أسوأ حالا من الدول التي فرضت حجرا عاما ومنع للحركة والتباعد الاجتماعي. وبالتالي هذا نقاش طويل، لكن هناك حذر. أقول لك لماذا الدول، بريطانيا مثلا، الولايات المتحدة في البداية كانت تريد أن يعني تترك الأمر على طبيعته بما يسمى مناعة القطيع، ولكن هناك محاذير. ربما هذه أحزاب ودول ديمقراطية، وربما النظام الصحي أيضا لم يحتمل في البداية، وبالتالي رأت أن التدرج في المسألة، التدرج في انتشار الوباء هو أفضل يحتمله النظام الصحي. نعم. الآن هل هذه الدول اعتقدت أنه أخذت الجرعة الأولى وبالتالي سيحتمل النظام الصحي لاحقا بالولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول؟ ولكن نعم. علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار وربما إجراءات يعني كثيرة تختلف بين دولة إلى أخرى. ألمانيا نعم. لديها مقاربة مختلفة عما ذهبت صحيح. إليه بريطانيا والسويد لاحقا. ماذا أستاذ عطلع عن تأثير الهجرة سواء الخارجية وحتى الداخلية يعني على الحياة الاجتماعية في هذه البلدان؟ هل يمكن أن نتحدث بصوت مرتفع نفكر بإمكانية معازل داخل البلد نفسه حتى؟ شوف، هو هذه المشكلة الأولى إذا ما لاحظنا في البدايات. لو توقفت الحركة منذ أن ظهر الفيروس في ووهان الصينية، أعتقد أنه إمكانية الانتشار ستكون قليلة جدا وربما تكون معدومة. لكن الهلع الذي أصاب البشرية لاحقا، حتى رأينا أنه الدول عندما تعلن عن إصابات يقال أنه اكتشفت 4 حالات كانت قادمة من الدولة الفلانية و10 حالات كانت قادمة، بمعنى أن المرض تحرك مع السفر ومع الحركة. الآن ما الذي يحدث؟ عندما بدأت المصانع والمعامل والوظائف بالإغلاق، كل ربما خصوصا المهاجرون الذين يمتلكون يعني بيوت في مناطق أخرى من العالم أرادوا أن يعودوا بيوتهم، هذا سرع الحركة. وعندما تعلن دول عن رغبتها بإغلاق الحركة أو فرض منع التجول مثلا، بعد يومين تبدأ الجميع نعم. يريد العودة لمدينته. وبالتالي هذا حدث في الهند. في الهند عندما جرى الحديث عن الإغلاق، ملايين تحركوا وعشرات الملايين تحركوا عائدين نعم. لمدنهم وقراهم، ساهم في انتشار الوباء. بين ميانمار مثلا وبانكوك، عندما أعلنت تايلاند أنها ستغلق الحدود، العشرات الآلاف من العمال من ميانمار تحركوا. كذلك بين إيران وباكستان، يعني كثير من الدول عندما تغلق، عندما تعلن في نيتها الإغلاق، يبدأ المهاجرون. وبالتالي القرار هو الإغلاق، لكنه يحدث ردة فعل عكسية، هذا تؤدي نعم. إلى زيادة الحركة، وأدت فعلا حسب الأرقام إلى زيادة شكراً. انتشار الوباء. نعم، أشكرك جزيل الشكر. الكاتب الصحفي أكرم عطلة كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. تؤكد تقارير طبية واردة من كوريا الجنوبية إصابة أعداد من المرضى الذين شفيوا من وباء كورونا سابقا بالفيروس مرة ثانية، وهو ما يلقي الكثير من علامات الاستفهام حول فهم العلماء لطبيعة الفيروس الجديد وطريقة تفاعله مع الخلايا البشرية. وتشير التقارير إلى أن هذا الأمر يلقي بظلال ثقيلة على المجتمع الدولي، حيث تظن أكثر الدول أن شعوبها ستتمكن من تكوين مناعة ذاتية للفيروس بعد فترة قليلة من انتشاره، ما يمنع عودة تفشيه مجددا، وهو الأمر الذي تقول التقارير الكورية الجنوبية إنه غير حقيقي. يبحث البشر حول العالم عن طرق تقلل من عبء العزلة التي فرضتها عليهم جائحة كورونا. من بين هذه الوسائل انتشرت في دول عدة ما يمكن تسميته باحتفالات الشرفات. هنا يطل مغني الأوبرا هذا عبر شرفته في فرنسا ليبدد ثقل عزلة كورونا التي ترف الحي الذي يعيش فيه. يرد عليه عازف ساكسفون في البيرو يبحث عن الشيء ذاته. العديد من المغنيين والعازفين حول العالم لجأوا إلى موسيقاهم لمحاربة ملل الوباء،
ليس من أجلهم فقط، وإنما من أجل جيرانهم وأصدقائهم وعائلاتهم، وهؤلاء الذين يشاهدونهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هكذا انتشرت تلك الاحتفاليات التي تحتضنها شرفات المنازل في أحياء مدن وقرى عدة حول العالم. الدعوة فيها مفتوحة ومجانية لكل من يستطيع ترديد الغناء أو التصفيق للمغنين والعازفين. هكذا يمضي سكان هذا الحي في الأرجنتين أمسياتهم في عطلة نهاية الأسبوع. يطفئون الأنوار ويشعلونها على أنغام موسيقى صاخبة تنبعث من إحدى شرفات الحي لتكسر صمت العزل الصارم الذي فرضته السلطات منذ نهاية مارس الماضي. الفكرة من المبادرة هي الترويح عن النفس والاستمتاع لننسى هذه الظروف الصعبة والتعويض عن الحفلات التي كنا نستمتع بها في عطلة نهاية الأسبوع. عبر الميكروفون يخاطب دي جي سكان الحي الذين يتفاعلون معه بالمصابيح الكهربائية وأنوار هواتفهم المحمولة. الموسيقى للجميع، يتفاعل الجيران معي وأطلب مشاركتهم بالغناء والرقص. في النهاية نغني سويا النشيد الوطني ونصفق للأطباء وجميع الطواقم الصحية الذين يدعموننا في هذا الوقت العصيب. حفلة الشرفات تكافح كورونا وتحاول الحد من تأثير الحجر الصحي على الناس، ليثبت البشر مرة أخرى أهمية الموسيقى وقدرتهم على التكيف والتأقلم مع كل الظروف. ختام هذه النافذة، شكرا لطيب المتابعة، ألقاكم بخير.